المطحنة بتاعتنا او المفرمة بتاعتنا whatever you call it. وكده ابقى انا قطعت الدجاج وقطعت البصل. اوكي، واتأكد ان كل الدجاج بتاعي نظيف ومغسول ومتنظف بالليمون، واحاول ان انا اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق اوكي، والبطاطا السويت بوتيتو، البطاطا الحلوة الحمراء، البطاطا هتجيبي البطاطا وهتقشريها بمبشرة بالمقشرة بتاعة البطاطس يعني، يا هتتخلصي من القشر بتاعها بعد لما بتكوني غسلتيها كويس جدا، وهتقومي ببشر البطاطا بتاعتنا دلوقتي. وحوريكي ليه، عشان الخطوة اللي جاية سمينا بالرحمن الرحيم ملك قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربنا عالم بيا ان انا لما بنزل وببقى بعمل شوبينج وبجر الترولي وبطلعه السلم وبخش بيه الشقة وافضي، ببقى فعلا بجد تعبانة جدا، لكن مش هبخل اني اشارك اصحابي النهاردة اليوم بتاعي كله. كده انا قشرت البطاطس، سوري البطاطا مش البطاطس، بطاطا، وهاجي قدامكم بالمبشرة للبطاطا وهبشرها، هبشر واحدة بطاطايا بس فقط لا غير، مش محتاجة اكتر من كده، بتدي طعم معسل جدا مع الفراخ. اوكي، وهوريكم اخر الفيديو شكل الطبق ايه. ممكن تستعملي نص بطاطاية، ممكن تستعملي بطاطاية كاملة، على حسب انتي محتاجة قد ايه. انا هحاول ان انا اكون سريعة شوية. ولو كبيرة ممكن تاخدي نصها بس. اوكي، كفاية نص عشان اقدر اتحكم فيها. ممكن تحطي بطاطايه كامله، على حسب رغبتك، البطاطا على حسب رغبتك. انا عملت قبل كده خلطه للدجاج بس بالبطاطس، المره دي بقى اعملها بالبطاطا. اوكي، وادي البطاطايه المبشوره الحمراء قدامكم. اوكي، ناو هنزل بالبصل ولف الكام من الناحية التانية عشان اوريكم. او ممكن كمان بالمرة دلوقتي احاول ان انا اقطع ثلاث بصلات اخضر معاها مع الجزر مع السويت بوتيتو، اقطع ثلاث بصلات صغيرين نونو يعني، ثلاثة بس، ثلاثة اخضر، ثلاثة بصل اخضر، علشان لما اجي اضرب في الكبة يبقى الحاجات كلها بتاعتي جاهزة. المازن بلاس بتاعك دايما بتحضريه وبتبقي عارفة انت هتعملي ايه قبل ما بتدخلين المطبخ. بتحاولي ان انت تجهزي بصلك، حاجاتك اللي هتستعمليها في الخلطة بتاعتك. الخلطات بتاعتنا سهلة، ما بتاخدش وقت، أكلة بسيطة مفيدة فيها نسبة فيتامينات عالية، ما بتحتاجيش فيها وقفة كتير وهم كتير. يس، ناو هلف الكام سنة كده ويارب ما ينقطعش الخط، وهنزل بالبصل والدجاج فوق مع بعضياتهم كده اهو، واضربهم ضرباية واحدة لحد لما اتاكد ان هي ابتدت تنعم شويه، مش جامد عشان هحط باقي المكونات بعد كده. مخ ولا مهلبيه؟ لا مخ، مش مهلبيه، مخ.
كده احنا ضربنا اول ضربة الدجاج مع البصل. اوكي ناو هنزل فوق الدجاج والبصل بالبصل الاخضر والسويت بوتيتو البطاطا المعسلة الحمراء الحلوة المبشورة بتاعتنا. طب وانتي ليه بشرتيها يا ابي؟ عشان اتأكد ان هي ناعمة جدا ومتجانسة داخلة مع الدجاج في الخلطة دي. ليه؟ لان انا محتاجة الخلطة دي تكون متجانسة جدا وفيها كل الفيتامينات اللي انا محتاجها، فيها النشا، فيها الخضروات، فيها البروتين، وفيها الفليفر الطعم. بتوقفي وبتنزلي اللي في الجناب في الكبة بتاعتك او في المطحنة بتاعتك، بتوقفي you stop and then you continue، بتوقفي وتنزلي عشان اللي ما اندمجش يندمج مع الدجاج، وترجعي تضربيه ضربة مبرحة تانية. نص بطاطاية بس، ممكن تحطي البطاطاية الكاملة لو عايزة تزودي الكمية، بس فكرة الدجاج اللي عندي كفاية عليه نص بطاطاية كبيرة دي. وتشوفي حاسة ان البطاطا مش باينة ابشري البطاطاية كلها، بس انا دايما ببدأ بالاقل عشان المكونات لما بتكون اقل بتقدري تتحكمين فيها وبتقدري تعرفي ان انتي كده مظبوطة ولا محتاجة تزودي. اما بتحطي كمية كبيرة مرة واحدة ما بتقدريش تزبطيها، لكن لما بتحطي كمية قليلة بتقدري تزودي اضافاتك فيها. يس ناو بتأكد ان هي بتتنعم عشان اقدر اتحكم فيها. الخلطة اساسها الدجاج، صدور الفراخ من الحاجات اللي احنا ما بنستغناش عنها ابدا، وما بتسمنش وما بتتخنش، وبتكون اكلة خفيفة ومش تقيلة على المعدة بتاعتك. شوفي محتاجة تقسمي الكمية عشان تتأكدي من النعومة، وتشوفي او هي كده مظبوطة. وتشوفي احنا دايما بنحاول ننعمها عشان لما تيجي تقطمي حتة الدجاج ما يبانش فيها كل حاجة لوحدها، يبان كل حاجة مندمجة مع بعضياتها. يس وعشان انا اتأكد انه الخلطة بتاعتي مضروبة جامد 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 وناعمة جدا، لازم افصل حبة منها الاول واخلي حبة لبره. كده انا متأكدة ان هي مضروبة صح. ايوة هي كده نعمت كلها، البصل الاخضر مع البصل العادي مع الدجاج. وادي ميتي جاهزة اهي في الطبق عشان اوفر فاتورة المية بتاعتي، واجيب البولة الكبيرة بتاعتي البلاستيك دي واروح نازلة بمواعيني في طبق المية عشان اوفر فاتورة المية بتاعتي، لان احنا هنا بندفع فواتير كتيرة كتيرة جدا. ناو هنزل بالخلطة بتاعتي فوق طبق غويط عشان اقدر اتحكم فيها. ايه الخطوات اللي جاية دلوقتي؟
خليكي معايا وركزي علشان تتعلمي الأكلة الصحية السهلة اللي ما تجيبلكيش دوالي في رجليكي من كتر الوقفة. احنا في أوروبا بنحاول نعمل حاجاتنا في وقت قصير وفي نفس الوقت نكون منتجين وبناكل أكل صحي. وده شكل الدجاج، بسم الله ما شاء الله اهي قدامكم، مطحونة مع البطاطا، مطحونة مع الفلفل، لو عندك فلفل حامي أخضر ممكن تطحنيها مع بصل أخضر. المكونات الأساسية والفكرة، وانت تحطي إضافاتك بكرة، تمام؟ ناو، ايه اللي انت محتاجاه للخلطة دي عشان تمسك عند تلم بعضياتها؟ هي عبارة عن بضاية واحدة فقط لا غير، بضاية كاملة، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نطت البضاية، نطت. حاولي ان انت تدمجي the eggs mixed up properly مع خلطة الدجاج بايدك كده. كان ممكن تحطي البضاية جوه هنا، مش مشكلة، اعمليها بطريقتك. انا بديكي الفكرة وانت بتنفذي زيي او تحطي اضافاتك. اوكي كده هي لمت روحها اهي حاليا، والبضاية لما انت هتيجي تستعملي الطريقة دي هتمسك وتلم معاكي. ايه الحاجات اللي انت محتاجة تحطيها في الخلطة دي؟ هي توم بودرة، معلقة سينمون، قرفة، معلقة. طبعا انا بحط عشوائي عشان انا عارفة الكمية اللي انا محتاجاها، لكن انا بقولك معلقة لو انت عروسة ولسه صغيرة وبتحاولي تبدأي حياتك، يعني معلقة شاي صغيرة، يعني المعلقة النونو تحطي بيها. يس. وجوزة الطيب بتعمل طعم حلو جدا للدجاج، بانش كده بين صوابعك. وفلفل اسود وملح، handful of salt and black pepper, bunch of black pepper. Okay. Now mix it up. حاولي ان انتي تخلطيها مع بعضياتها كويس جدا وتتأكدي ان كل المكونات اندمجت تماما، وبتحضري معايا باقي الخطوات اللي جاية. دي اول حاجة من صدر الدجاج حاليا، بتتقدم ممكن مع خضار سوتيه، ممكن مع شوية رز، ممكن تتقدم مع اي شيء، ممكن تتاكل لوحدها في ساندويتش مع مايونيز وكاتشب للاولاد، والمدارس جايه وهتفتح وهتبتدي تحتاجي حاجات سريعه. انا هدفي من الفيديو ده ان اقول لكل ام ما تقفيش على رجلك كتير عشان ما تتعبيش، ولادك محتاجينك بصحه كويسه. والخلطه كده اندمجت واصبحت بالقوام. اوكي ناو، ايه اللي انت محتاجاه فور نيكست ستيب للخطوه اللي جايه؟ طبق فاضي تاني هتحطي فيه شويه دقيق عادي جدا، اوكي تقريبا نص كوبايه دقيق، يس بالتقريب يعني بروكسيماتلي، و نص كوباية بقسماط. ميكس الحاجات دهيا مع معلقة كبيرة من البابريكا. البابريكا بتطلع الحاجة حمرة وهي بتتحمر، معلقة كبيرة من البابريكا. وهتملحي خلطة البقسماط والدقيق زي بالظبط ما ملحتي خلطة الدجاج. A bunch, small bunch of salt، شوية ملح وشوية فلفل اسود فوق البقسماط، وشوية توم بودرة فوق البقسماط، وشوية قرفة، يس بيبي يس عطست. وقلبي الخلطة دي كده مع بعضياتها كده اهي قدامك حاليا.
في بولة، في طبق، في جرنان، في كيس نايلون، كل واحد على حسب امكانياته. ميكس اب الخلطة دي، وحضري طاسة من اللي بتحمري فيها، يس، حطي فيها شوية زيت للطاسة وولعي النار على بال ما تتبلي اول كفتين. تمام. ناو عشان انا انتج بسرعة، اوكي، هجيب طبق، alright، نشيل الحاجات دي عشان اوسع نفسي، واحط حاجاتي مكانها في الدولاب كويك بسرعة كده. وكده ابقى انا عندي 1 2 3 4. يعني انا هعمل الكفتة هنا كده، والزيت حاليا بيسخن. ناو شيل الماكينة بتاعتي عشان اوسع الناحية دي. I think انتوا كده شايفين، يس. واغسل ايدي. واخد عنقودين نعناع، الورقة بس بتاعتها، بيعمل ريحة حلوة قوي قوي وطعم يجنن. وخلي الباقي هنا، اوكي. وهجيب سكينة صغيرة واقطع النعناع بتاعي. انا مش عايزاه مخلوط مع باقي الخلطة بطريقة الطحن، انا عايزاه يبان عشان لما اجي اقطم الاقي طعم النعناع في بقي، يس، بيضيع اي زفارة من اي شيء تاكليه. وبتبقي انت كده متأكدة انه الفراخ بتاعتك واخدة كمية فيتامينز مظبوطة واللون متجانس مع بعضه، وتنزلي بيها على الدجاج. تبقي انت كده عملتي لون بدل العك اللي بتعملوه اساسا ساعات، وتروحوا حاطين حاجات مش مفروض تركب مع بعضياتها. النعناع والسويت بوتيتو من الحاجات الهايله، النعناع مع القرفه، النعناع مع القرفه اساس طعم الاكله. تاكدي انك لما هتحطي نعناع مع القرفه انك بتعملي طبق هيكون طعمه يجنن. وده بيكون شكل عجينه الدجاج بالشكل ده قدامكم اهو، متجانس لامم روحه، مش محتاج اي شيء خالص، اوكي. وهتنزلي بمنديل او اتنين على حسب اللي موجود عندك كده، يا رب الاقيها. طيب ممكن ورق الزبدة كده عشان اقدر اخد من ورقة الزبدة للزيت، يس. احاول اتأكد انها مش بتتحرك واثبتها على الطبق هنا كده، واخد كورة في كف ايدي كده اهي، كورة صغيرة، وهتعمليها شبه الفلفلية، مش تخينة ومش كبيرة وصغيرة. وبتنزليها في الخلطة بتاعة الدقيق، والزيت بيسخن دلوقتي، كورة بين صوابعك مش كبيرة. طبعا في ناس هتقعد تقول انا اعمل كذا انا اعمل كذا، انت حرة اعملي اللي انت عايزاه، كل واحد حر في طريقة اكله، يس، كل واحد حر في طريقة اكله. ممكن تعمليها صوابع، ممكن تعمليها كور بيبي خالص، عندك وقت الدنيا انتي، يس. وتاخديها كده على ورقة الزبدة وتنزلي بغيرها عشان تتأكدي ان هي سهلة انك تنقليها من ورقة الزبدة
للزيت. اوكي على بال الزيت ما يسخن هعمل كام واحده امامكم ناو واكمل الباقي بعد اللايف، وهعمل كمان شويه رز جنبها بالذره الحلوه. الرز معاها بيبقى طعمه حلو قوي. كوره نونو في بطن ايدك وبتنزلي بيها هنا، كوره نونو بسم الله صحيه، كوره نونو تبرميها وتنزلي بيها في بطن ايدك. اوكي طريقه سهله وانت قاعده تقدري تعمليها، وتحمريها نص تحميره وتحطيها في الفريزر، ويوم تكوني بره مش فاضيه عندك حاجات كتيرة تروحي مطلعاها من الفريزر وحطاها في الزيت السخن تنقلي. يبقى انت كده وضبتي وجبة او اكلة من الاكلات السهلة اللي ممكن تعمليها والولاد جعانين بسرعة. يس احاول ان انا اطلع دول بقى عشان احمرهم لكم دلوقتي، واحط شوية زيت صغيرين في حلة عشان اعمل شوية رز بزيت الذرة. انا ما بستعملش الزبدة في الطبيخ كتير. اوكي كده ممكن اخد كم واحدة كمان عبال الزيت ما يسخن. يس حاولي تخليهم قد بعضياتهم، يعني حاولي تخليهم ان هم مقاس بعض. اوكي وفي نفس الوقت بتبقى سهلة جدا جدا ان البيبي او الولد ابنك او البنتك تاكلها، وهتلاقي نفسك عندك منها في الفريزر كتير تقدري تحمريها. بدل ليه انا بعمل الحركة دي؟ علشان اقول لكم اولادكم امانة في رقبتكم، اولادكم امانة في رقبتكم. التشيكن ناجتز يا جماعة اللي انتوا بتشتروها وبتعملوها للولاد، انتي ممكن تعمليها في البيت بطريقة حلوة ومعسلة من البطاطا الحلوة بتاعتنا. يس ارخص منها عندكم مفيش. انا وريتكم سعرها امبارح ولا اول امبارح في السوبر ماركت، البطاطايتين الاتنين ب 180 بنس. يعني انا جوافتين، يعني انا وقفت قدام الجوافه نفسي اهبش واحده جوافه، قال لي الجوافتين بجنيه استرليني. انتوا عندكم ما شاء الله خيرات الله ورخيصه، ليه تشتري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبتي نسيت ادخلك لاخواتك. حاضر انت بتفكريني. ليه تدخلي في بطن عيالك تشيكن ناجتز وما انتش عارفة اصلا معمولة من ايه؟ اولع النار عشان حلة الرز كمان، واخد حتة فتفوتة كده نونو صغيرة to taste the oil سخن. هنزل بالدجاج في الزيت now like this. وارجع تاني عشان اكمل الخطوات بتاعتي واشيل الكلام ده. وانا دلوقتي شطفت شوية رز اوكي، وعندي شوية سويت كورن مع بسلة، ده لخلطة الرز بتاعي اوكي. ومولعة الحلة على النار علشان تسخن، وعايزة دلوقتي ابتدي احرك الكفتة واشوف عشان اوريها لكم، وادخل اجيب كمان وانا بعملها الصينية بتاعت التورتاية اوريها لكم كمان النهاردة عشان تشوفوا نقطة زيت في قاع الحلة، نقطة زيت دور عادي جدا خالص في قاع الحلة، بسيبه يسخن على النار وبنزل بالرز المشطوف فوق الحلة، بحاول ان انا اتاكد انه الكفته بسم الله ما شاء الله بتستوي من كل النواحي. التشيكن ناجتز بتاعتك تقدري تعمليها باشكال كتير. عندي فكره تانية ممكن اعملها لكم دلوقتي من نفس الدجاج، هوريها لكم
بس انا بحاول ان انا اعمل السهلة بتاعتي الاول وبعدين ممكن اوريكي التانية. هي هتبقى شكلها حلو، هتبقى طعمها معسل، هتبقى سهلة جدا انك تسويها نص سوا وتحطيها في الفريزر للاولاد في يوم ما انتش قادرة تقفي تعبانة، المدارس هتفتح، العيال هيحبوا ياكلوا تشيكن ناجتز. انا بقولك اعملي تشيكن ناجتز جوه بيتك بطريقة سهلة. وريفر هتكلفك ايه؟ بطاطايا، هتكلفك ايه؟ شوية بهارات وبضايا، هتكلفك ايه؟ مش هتكلفك شيء. صدر دجاجة، يس، تقدري تعملي منها كمية كبيرة في يوم وتحطيها نص سوا بعد لما تتحمر نص تحميرة اند تشليها في الفريزر، تطلعيها ممكن تبدعي فيها. تبدعي ازاي؟ تعملي شوية صلصة طماطم، ايوه، وتسيبيها تتسبك وتغلي وبعدين تزودي شوية مية عليها وهي بتغلي، وتروحي في آخر غلوة للطماطم سقطة كفتة الدجاج جوه الطماطم. يبقى انت عملتي الستوك والخزين بتاعك من بطاطايا. وكده هي استوت. نجيب منديلنا نضيف بقى عشان احط عليها واوريكم الشكل بتاعها ان شاء الله. ناو الرز اهو مع نقطتين الزيت اهو، وهشيل الكفتة من على النار اوريها لكم. ادي كفتة الدجاج التشيكن ناجتس بتاعت البيبي والكبار والصغيرين، تحفة تحفة تحفة، وريحتها تحفة، والنعناع مع القرفة عاملين شغل وريحة تحفة في البيت، والبطاطايا اللي جوه هتخلي الدجاج معسل، يس، والخضرة ممكن تحطيها بس هتنزل مية، لكن علشان انا ما احطش خضرة احط عن قدين نعناع فريش بمنتهى البساطة. البصلة على قد صدر الدجاج، هي دي المكونات بالمقادير، وانتي تجتهدي. اوكي، ناو الرز بتاعي بيستوي على النار مع زيت الذرة اهو، بحاول ان انا افلفله الاول في زيت الذرة كده وبعدين انزل عليه بالمية. بسم الله، 1 سنتي بس، يعني تقريبا سنتي فوق الرز. وبعد لما حطيت المية بتاعته بنزل بالبسلة والسويت كورن فوقيه عشان ابقى كده اتحكمت قد ايه مية انا حطيت، واحط لها شوية الملحة واسيبها على النار تتشرب. salt and that's it. this is the rice. وكده ابقى انا عملت الرز. اوكي، واول ما يغلي اوطي عليه. الطريقة التانية بتاعت الشيكن ناجتز اللي تقدري تعمليها انتي في البيت. اوكي، بسم الله، هتجيبي حتة فويل. اوكي، وهتفرديها في صحن وهتحطي معلقة من الخلطة دي وهتحطيها هنا، وهتلفي زي شبه السوسيس كده. اوكي، طبعا انا ممكن اعملها بس ما عنديش دلوقتي مية مغلية جاهزة،
لكن انا بوريكي الفكره وانت تنفذيها بكره. وممكن تعمليها في ورق كلينج فيلم، ممكن تعمليها في ورق زبده، ممكن تعمليها باي شكل من الاشكال. وكده يبقى انتي عملتي واحده ممكن تتحط في حله ميه مغليه، ممكن بالطريقه دي وممكن بالطريقه الثانيه اللي هي اصلا انتوا بتعترضوا على الورق الفويل. احنا طول عمرنا بنعمل بيه، ما علينا، احنا هناخد نفس الطريقه في ورقه الزبده. انا بوريكي الطريقه وانت تنفذي. انا مش لازم اخلص كل حاجه يعني النهارده قدامكم في الفيديو لايف، لكن الفكره اني اوريكي ازاي تستعملي الخلطه دي بكميات كبيره باشكال كتيره للاولاد، بحيث ان هي في المدرسه ما تحتاجش منك شغل كتير وتقدري تخلصي اللي انت عايزه تعمليه بسرعه. وادي اهو ورق الزبده كده كده، حاولي ان انت تعمليه كده. اوكي، وبعدين تحطي عليه ورق فويل وبرده تويستد فروم ذس سايد، بتقفلي وبرده تويستد فروم ذا سايد وبتقفلي، واحده عكس واحده كده اهي في ورقه الزبده اهي لايك ذس. اوكي، وتضغطي من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يس، وبتروحي غاليه حله ميه. ها والله لو اقدر اعملها لكم دلوقتي اعملها لكم، بس نو بروبلم. يس، وبتيجي عليها قدامكم هنا اهي، وبتروحي لفه الطبقه الاخيره عشان تحبسي الهواء بالفويل كده كده فوق ورقه الزبده بشكل السوسيس. انتوا بتقولوا عليه سوسيس لكن هو الطريقه بتاعه التشيكن باتيه لايك ذس. اوكي، وبعدين لايك ذس، عكس التاني، واحده عكس التاني كده لايك ذس، وتكبسي من الجناب عليها وتجيبي المقص بتاعك وتقصي الحته الزياده اللي فوق هنا وهنا اهي، وبتجيبي حله ميه مغليه بتحطيها في حله عباره عن 4 وحدات 5 وحدات 10 وحدات سوسيس الدجاج هوم ميد في البيت اهي، ونجيب واحده كفتايه بقى.